تعالوا مع بعض خط سير الحلقه. في اكلات بتاخد وقت كبير من الحلقه معايا فلازم انظم وقتي. طاجن التورلي يعني لحمه تستوي يعني خضاره يتقطع فيها شغل كتير، ومعايا كيكه بالجزر محتاجه طايم في الفرن مش اقل من 30 دقيقه تقريبا. فخلونا الاول نحط اللحمه على النار تستوي، وعلى ما تستوي نكون عملنا الكيك. انا عايزك تنظمي وقتك كده زي ما انا شغال في المطبخ. مقادير طاجن التورلي باللحم الضاني على الشاشه او الكندوز. لحم حسب عدد افراد الاسره، ممكن يكون كيلو نص كيلو. معانا تشكيله من الخضار، كوسه مفيده للقلب، جزر فيتامين سي ومفيد جدا للالياف بتاعته، معانا بسله سكريات للسيدات الحوامل، منتج غني جدا للسكريات بتاعتها، ومعانا بطاطس وبصل وتوم والطعم الحلو من ايد الشيف المغازي اللي هي البهارات الجميله، ملح وفلفل وكمون وكزبره. تعالوا نشوفوا ايه التركايه بتاعه المغازي لعمل طاجن تورلي. كلنا بنعمل التورلي، ولكن انا هعمله النهارده بطريقه مختلفه. معلقتين من زيت الزيتون معاهم مكعب من الزبده يساعد على احمرار البصله سريعا. فين الزبده؟ حلو قوي. ممكن نحط الزبده والسمنه. جيبوا لي زبده يا شباب. حلو قوي، معلقه سمنه بديل للزبده، هي نفس الغرض. المادة الدهنية مع الزيت بتساعد على احمرار البصلة وتديها لون بسرعة قبل ميتها ما تنشف، وده اللي أنا عايزه. بصلية ناعمة تحمر كده، وهي بتتحمر يديها البهارات بتاعتها عشان ريحة البصل وريحة الصالون وريحة الشقة وريحة البيت وريحة ملابسك وهدومك. يعني انا بخش المطبخ بتقعد ريحه البصله في اللبس بتاعي فتره طويله لغايه لما نغير. والله بصل، بنعمل مثلا طشه حلوه، ادي البهارات اهي، اصبح هنا المطبخ الريحه بتاعته مختلفه. ننزل باللحمه بتاعتنا اذا كان ضاني او كندوس حسب الرغبه بالشكل ده كده. اللحمه تاخد صدمه ناريه وحته لحمه ملبسه تبقى حلوه، يبقى الطاجن التورلي له طعم غير ما تجيبي حته لحمه مثلا ما فيهاش دهون. عندك حته ليه في التلاجه باقيه عندك، واحنا بنخزن الحاجات دي على فكره، الحاجات دي معانا على طول في الريف المصري والصعيد المصري، دايما تجيبوا الليه يقطعوها ويخزنوها في الديب فريزر. طلعي حته ليه حلوه ضاني حطها جوه حته اللحمه وهي بتستوي تبقى لطيفه وزي الفل. نقلب اللحمه ده كده مع البصلايه والتومه بتاعتي. الله، ايه الحلاوه دي يا عمش، ايه الجمال ده. انا هسيب اللحمه تستوي وتاخد راحتها خالص بالتوابل بتاعتنا بالشكل ده كده، على ما اشوف ايه اللي عندي تاني. عندنا في المنيو بتاعنا كيكه الجزر بالزبيب، وهعملها بطريقه جديده النهارده، وفرصه كبيره ان ولادك بيروحوا المدارس تقطع لهم شريحه منها، جوزك رايح على الشغل شريحه حلوه مع كوبايه شاي كوبايه قهوه هيتنوا طول النهار فاكرك. انا لما اروح على سوبر ماركت ولا اروح مثلا اشتري حاجه من الحاجات المجففه والمعلبه مش لطيفه. ننزل باللحمه بتاعتنا بالميه، انا اسف اهو ميه مغليه، وعايز شويه شوربه حلوين عشان طعم التورلي يبقى حلو، واسيب اللحمه دي تستوي. مخرجنا الجميل كده، ايه الحلاوه دي. دايما لما تكوني بتسوي لحمه انزلي بالميه مغليه على اللحمه، تكسبي وقت في المطبخ. دقيقة وهتلاقيها بتغلي. حلوة أوي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا أبو الشيف، إحنا بنعمل طاجن تورلي النهاردة، إحنا شطار في عمايله، بس الشيف المغازي بالتأكيد بيفيدنا بمعلومة غير معلومة وبتركية بتاعته الحلوة اللي بتقدري إنك تعملي طبق مختلف. هو ده الكلام بقى. طبعا انتهزت الوقت، لان طبعا انا بيحكمني وقت هنا ولازم احترم الوقت اللي بيقول لي عليه مخرجنا. معايا بطاطس متقطعه كريات، كريات بالمصطلح الطاوي يعني مكعبات، معانا جزر ومعانا كوسه ومعانا بسله. كيس البسله بتشتريه من اي سوبر ماركت تاكدي من حاجتين، ان في تبريد في الثلاجه او الديب فريزر اللي بتشتري منه، ثانيا البسله لونها اخضر، لونها مسود يعني فكت من الثلاجه ورجعت الثلاجه تاني. ادي الخضار معانا جاهز زي الفل.
على النار الحتة اللحمة الحلوة مستوية ملبن، جواها فلفل زي ما هو، فيها الطعم فيها التوابل، زي ما أنا شغال كده أضمن إن هي تقريبا استوت. باخد البطاطس بتاعتي، حلو الكلام، ومعانا الجزر، ومعانا كاميرا حلوة، ومخرج شاطر بيحب الألوان الحلوة وهي نازلة في قلب الحلة، والبسلة ما بتنزلش في الحلة بتنزل برة، حلو بتضحك وأنا عارف. ناخد البسلة كده زي ما هي، اللهم صل. أنا بحب أوي البسلة مع الخضار المشكل، تحس كده في وسط الزحمة دي تلاقي لك حباية بسلة تحت أسنانك فيها سكر، زي الزبيب كده اللي بيبقى في قلب الرز اللي هو الرز بالخلطة. ايه الجمال ده، طاجن تورلي لطيف وجميل، معمول بقى بلحمة ضاني بلحمة كندوز، زي الفل. ده لازم بعد ما يتقلب كويس ياخد الطعم ويتغطى كده زي الفل، كله يغلي مع بعض. طب ايه الجديد برضه يا مغاز؟ اصبر على رزقك يا طيب، في تركاية هنا مش موجودة غير عند الشيف المغازي بس، وخلاص. على النار بنزوده شوية شوربة من اللي عندي ونسيبه ياخد غلوة زي الفل. نروق الترابيزة كده، زي الفل. خضار بيستوى على النار، شوف عايز اقول لك بقى في تركاية هنا بقى اهو مع الاساتذة المصورين، فص توم ني في قلب الطاجن هيشخلعه، هيخليه حاجة حلوة قوي وهيدلعه وهيخلي التست والطعم بتاعه جامد جاي زي ما هو. ما حمرتش التومه انا، لان في تومه تانية جايه اللي هي الطشه بتاعه التورلي اللي هي تومه وكزبره خضراء وزيت زيتون، اهي في قلب الطاجن. حلو قوي يا شيف، زي بالظبط كده لما احط معلقه توم مفرومه ناعمه في وسط البرياني او المندي بعد ما يستوي، يا ويلي بتلاقي شويه الرز تاكل صوابعك وراها، لان التومه انك تحمريها طعم وانك تحطيها نيه في قلب الاكل طعم تاني خالص. الطاجن زي ما هو كده هنغطيه ونسيبه على النار يبكبك. انا بحط معلقه هريسه حلوه كده بتخلي الطاجن ده طعم حلو، هريسه حلوه، الهريسه اللي هي الفلفله الحلوه، حطها دايما مع الخضروات او مع الطواجن، هي مش سبايسي ولكن طعمها كده فيه شقاوه، في معاني كبيره قوي بتخلي الطعم حلو. نغطيه تاني، معلش اصل طاسة على النار، نار شديدة زي دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل الطشة عينيا وانا مخلص، والله يا رب ده مش وقته خالص، لازم تولعها بسرعة. بسرعة. هعمل ايه بقى؟ مكعب او معلقة سمنة حلوة بسرعة كده في الطاسة، هعمل طشة للتورلي عبارة عن سمنة بلدي بسرعة، اهي معلقة كده صغيرة، حلو، ومعانا فص توم حلو، ومعانا شوية كرفس بلدي أو كزبرة خضراء، واوعي تستنى على التومة لما تتحمر، أزعل منك، لأن هي لو اتحمرت هتخلي لك الطاجن التورلي ده مر، شيل ده من هنا حاضر، إيه اللي تقول لي عليه؟ عينيا أهو بسرعة، هنعمل حاجة سريعة كده عشان النار دي بسرعة. يلا انا عايز هنا التومه مع السمنه او الزبده اشوحها كده، معايا هنا اللهم صل على النبي شويه كزبره خضراء، يا سلام على طشه الكزبره دي يا شيف لما تحطها على طاجن تورلي، يا سلام على طشه الكزبره دي يا شيف لما تحطها على طاجن باميه باللحمه الضاني، تاخده سكه تانيه ومكان تاني خالص. شفت التومه دي؟ تاني سريعا، الله، وانا معكم واحده واحده، اوعي التومه تتحمر منك، عينك عليها، عندك بيبي بيعيط سامحيني شويه، ننزل بالكزبره الخضراء، يا ويلي هو ده، شويه ملح عشان نحافظ على خضار الكزبره في قلب الطاجن، يلا يلا زي ما هي كده، على فين يا عم الشيف؟ مع الزلزال، يلا يلا الكاميرا، هو ده، ده الطاجن التورلي اللي هو طعمه مختلف غير اللي بتاكليه وغير اللي بتعمليه، الف انا وشفا للي ياكل منه، اغرف يا باشا،
معانا الطاجن بتاعنا، اللهم صل على النبي. عينيا خلاص والله. حاضر، طاجن تورلي باللحم الكندوس باللحم الضاني، ممكن عادي ممكن يتعمل بفراخ صدور عادي، مفيش اي مشكله. نجيب صدور الفراخ تتقطع كرهات صغيره، تتحط مع الخضار بتاعنا الجميل الحلو ده كده، وتبقى لطيفه وحلوه. انا مش عايزك تقف عند حاجه معينه، المطبخ ده لما بقول رؤيه وفن وابداع مش من فراغ، ملعبك. شويه الشوربه اللي انا عينيا والله، الله. زي الفل. زي على فين؟ هنا مكانه اهو. مكانه هنا حبيب هارتي. الله. هطلع الكيكه بتاعتي بسرعه عشان وقتنا خلاص سرقنا. هنا مكانها. الله، يلا.